بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم إسلام في فيديو جديد لأهم الأخبار في الوقت الحالي. عاوزك كده تركز معايا وتحضر كوباية الشاي عشان نعرف مع بعض أهم الأخبار في الوقت الحالي. ويلا ننتقل لعناوين الأخبار، وأول خبر معانا وهو ضرب تركيا، الجيش المصري واليوناني والقبرصي مستعدون. رد ابن موزة أمير قطر على إغلاق قناة الجزيرة، وبشرى سارة للمصريين، الحكومة المصرية تقرر رفع الحد الأدنى للأجور. خلي بالكم الخبر ده مهم وقرار هام من كامل الوزير يهم كل المصريين بعد حادثة شهيد التذكرة. طيب تعالوا ننتقل لأول خبر معانا، هو ضرب تركيا والرد عليها، الجيش المصري واليوناني والقبرصي مستعدون. وسط استمرار التوتر مع تركيا، أطلقت مصر واليونان وقبرص أمس الأحد التدريب العسكري البحري الجوي المشترك ميدوزا 9 لمواجهة تهديدات محتملة في البحر الأبيض المتوسط. وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي عبر بيان في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 9 بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية، والذي يستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بدولة اليونان. ويأتي التدريب حسب الرفاعي في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة القتالية العالية والمستوى الراقي من التدريب لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط. وأطلقت مصر واليونان وقبرص هذه التدريبات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الدول الثلاث تقاربا ملموسا وسط التوتر مع تركيا، التي بدأت في مايو الماضي أنشطة التنقيب عن الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الخالصة لجمهورية قبرص، وسط انتقادات واسعة من قبل القاهرة وأثينا ونيقوسيا. المصدر RT ووسائل إعلام مصرية والصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية. قولوا لنا رأيكم في التعليقات تحت عن هذا الخبر، التعاون العسكري بين مصر وقبرص واليونان، هل ده شيء إيجابي يعني نقدر نحمي بيه مصالحنا في البحر المتوسط أم لا؟ اكتبوا لنا في التعليقات تحت، بحب أقرأ تعليقاتكم جدا واستفاد منها. وتعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا، وهو رد فعل ابن موزة أمير قطر على إغلاق قناة الجزيرة. تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التصريحات التي أدلى بها أمير قطر تميم بن حمد على قناة الجزيرة القطرية في الذكرى السنوية 23 لانطلاق القناة التي تبث السم. مقطع فيديو المتداول لأمير قطر من مقابلة مع قناة CBS، وقال فيها: سيادتنا خط أحمر، ولا نقبل في أن يتدخل أحد في سيادتنا. عندما تقول لي أغلق قناة كالجزيرة، فإن التاريخ سيسجل خلال 50 أو 60 أو 70 عاما المقبلة كيف غيرت مفهوم حرية التعبير في المنطقة. كلا، لن نغلق قناة الجزيرة. حضراتكم طبعا عارفين ايه نوع الحرية اللي بتقدمها قناة الخنزير، اقصد قناة الجزيرة. زي ما حضراتكم عارفين طبعا مدى مصداقية وحيادية قناة الجزيرة. طبعا حضراتكم عارفين التاريخ الجميل بتاع قناة الجزيرة ودورها المؤثر في النهضة المصرية ودورها البارز في الحفاظ على الأمن في البلاد، وكيفية نشر الفساء في الهواء الطلق يأتي من قناة الجزيرة. فيعني هي كان دورها واسع الحقيقة في المنطقة، فيجب ان احنا نحترم هذا البتنجان. وعلقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني في تغريدة على صفحتها عبر تويتر قائلة: كل عام والجزيرة ومؤسسيها والعاملين فيها بخير وصحة وسلامة، كل عام وأنت منبر الشعوب الحرة وصوت الحق. الجزيرة 23 ثقة تجدد العهد، الجزيرة باقية وتمتد.
يذكر أن إغلاق قناة الجزيرة هو أحد المطالب الـ13 التي قدمتها دول المقاطعة المتمثلة بكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتطلق عليها الدوحة اسم دول الحصار في يونيو 2017. معنى كلمة الحصار لو حضراتكم ما تعرفوش، الحصار يعني حصار عسكري، هو نوع واحد من أنواع الحصار وهو الحصار العسكري. أنا ما أعتقدش إن إحنا محاصرين قطر عسكريا، إحنا مقاطعينها بس، يعني مفيش علاقات بيننا اقتصادية ولا سياسية ولا أي حاجة. إن شاء الله هيجي اليوم اللي تتهد قناة الجزيرة على دماغهم ودماغ كل الناس اللي شغالة فيها، وتتهد قناة الشرق وتتقفل وكل القنوات اللي شبه قناة الشرق ويعني مكملين والناس التعبانة دي. إن شاء الله هيجي يوم وكل القنوات دي تتقفل. طيب قولوا لنا رأيكم في الخبر ده، وهل أنت مؤيد أم معارض في فكرة إغلاق قناة الجزيرة؟ رأيك مهم في التعليقات، منتظر منك رد. تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا، وهو الحكومة المصرية تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في مصر. قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ل 2000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده حاليا في جميع الهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام. وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أمس الأحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية. وأضاف البيان أن السيسي اطلع على ما قام به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار بلغ 3286، ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية نوفمبر الجاري. وفي السياق نفسه أوضح رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة محمد السبكي أن سبب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام هم مندوبو الوزارة ببعض الجهات المراقبون الماليون الذين لم تكن لديهم آلية لتنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية. وأكد أنه تم عقد اجتماع مشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور. من جانبه أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن موازنة العام الجاري ستحقق فائضا نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المحدد له بالموازنة العامة إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميا. المصدر وسائل إعلام مصرية وأورتي. عاوز أعرف رأي حضراتكم في رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 ل 2000 جنيه، هل ده هيساهم بشكل إيجابي في إن المستوى المعيشي الاقتصادي للفرد أو الموظف العام هيكون ده شيء كويس أم لا؟ شاركونا بأرائكم. تعالوا ننتقل لخبر تاني معانا، وهو وزير النقل المصري، وهو قرار هام من كامل الوزير يهم كل المصريين بعد حادثة شهيد التذكرة. أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير أنه يجري حاليا تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكك الحديدية خاصة بدخول وخروج المسافرين، وذلك بعد أيام من حادثة شهيد التذكرة. وقال الوزير أن القرار يأتي لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر. يأتي هذا الإعلان بعد توجيهات أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير خدمات السكك الحديدية المقدمة للمواطنين، وذلك على خلفية حادثة إجبار رئيس قطار راكبين اثنين على القفز من عربة القطار وهو يسير لعدم قدرتهما على دفع ثمن تذكرة الركوب، ما أدى إلى مقتل أحدهما دعسا تحت عجلات القطار وإصابة الآخر بجروح بليغة. وطالب وزير النقل خلال زيارته معهد التدريب وردان العاملين باتباع كل إجراءات السلامة والأمان على مختلف الخطوط. مصدر اليوم السابع وآرتي. يعني هيبقى زي المترو كده لو حضراتكم عارفين، مترو القاهرة انت بتقطع تذكرة على الشباك تقوم معديها من المكنة بتاعة البوابة عشان تركب المترو بتاع القاهرة الكبرى، اذا كان الخط الاول او الثاني او الثالث كلهم نفس النظام. وهيبقى فيه يعني زي عارفين مكان اللي هو الاي تي ام اللي بنحط فيه كارت الماستر كارد او الفيزا،
ونسحب منه فلوس. هو تقريبا هيبقى حاجه زي كده، هنحط في المكنه دي هتطلع لنا تذكره بدل ما يكون في حتى موظف ان هو يدينا التذكره. فده شيء يعني انا شايفه ايجابي. برضو شاركونا برايكم في التعليقات اسفل الفيديو، يمكن يكون عند حد من حضراتكم راي تاني في الموضوع. تعالوا نشوف النواب المصري يرد على قرار الرئيس السيسي بفرض الطوارئ. يبحث مجلس النواب المصري امس الاثنين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلان حاله الطوارئ في البلاد لمده 3 اشهر، وتاتي الدعوه لجلسه النواب بعد القاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا حول اعلان حاله الطوارئ الاحد الماضي. ودعا علي عبد العال اللجنه العامه للمجلس للنظر ودراسه قرار السيسي باعلان الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمده 3 اشهر اعتبارا من 27 اكتوبر الماضي. وقال مدبولي أمام المجلس إنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية. ركزوا بقى في الحتة اللي جاية دي. وأضاف أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. المصدر وسائل إعلام مصرية وRT. جينا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، يكون مهم جدا. وأشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.